ضروري الرشوة، لما دا عطيتيش الرشوة ما تقضيش الأغراض ديالك. طيب فين ما عطيتيش الرشوة؟ واه ما غاديش نقول لك بزاف ديال الأوقات باش يا مرة بزاف ديال المرات. شحال أغلى رشوة عطيتي؟ 200 درهم 150 درهم. السنين هذه في بعض الأحيان كتجيبك الظروف اللي كتضطر باش تعطي وكتعطي غصبا عنك بزمنك. هذا الشيء اللي كاين بزمنك، لأن بعض المرات كتمشي لشي إدارة كتضطر باش كتبقى تمشي وتجي كتضطر باش تعطي. شحال أغلى رشوة عطيت؟ تقريبا وصلت حتى 7500 درهم. وصلت 7500 درهم اخر مره، واخر ومشيت وجيت وعاود ثاني نورمال مو عندي 3 شهور باش نرجع، حيت انا كنت حولت السكنه وبقى عندي 3 شهور باش نرجع للسكنه القديمه ناخذ الوثائق ديالي. وقال لي لا ما بقاش عندك الحق. قلت يديو يجيب فيا، قال لي تجي لعندي القهوه. مشيت عنده للقهوه وطلب لي واحد القدر ديال الفلوس وعطيت، قال لي الا بغيتي تعطيني القد والقد. واشتعيت وحنيت راسي وعطيت. اش غادير؟ المهم انا عطيت الرشوه والحمد لله. اي وثيقه تنبغي نصاوبها الحمد لله تمشي عند السلطات، تيخدموا معنا داخل المغرب وخارج المغرب، تيصاوبوا لنا الوريقات ديالنا الله يجازيهم بخير، تيتعاملوا معنا بخير. اي ورقه بغيتها الحمد لله تنمشي للمصلحه العامه، تنمشي للاداره، تنمشي لاي بلاصه، تنمشي للمصلحه ديال الامن تما الله يجازيهم بخير، الله يرحم لهم الوالدين. تيتعاملوا معنا اي ورقه لا كارت خلوق اي ورقه تنبغي الحمد لله دوك الناس يتعاونوا معنا. والله مرضات انا ما ضبطش واحد لكم ما طلعتش الرشوه. اي دار دخلتي ليها اليوم، اي دار دخلتي ليها الا ما عطيتيش لك سمح لينا السي الحاج المدير راه مريض مسكين، راه واحد يومين ثلاث ايام يلا يجي. انت محتاج في الوثيقه النايب راه خرج عنده الاجتماع. ايه تيدور بك واحد لك ما تعرفش غدير، اجبد شي بركه حكا ودوز زهره. هذه هي الكلمه اللي كاينه في الادارات اليوم. اعطيني شي اداره ما تعطيش فيها، اعطيني شي اداره تكون هي تمشي تخلص الضريبه، غير تعطي للدوله الفلوس وتعطي لهم التامر من الفلوس. سير السبيطار هنا، سير على لافيرواس هنا، سير شوف، سير دخل وتشوف، دير على راسك مريض وباغي ولا دخل شي اداره، اي اداره، اعطيني شي اداره ما تعطيش فيها. شكون؟ انا عندك مثال، انا موظف تربح سيدي 4000 درهم في الشهر، وكاري 3000، وعندي ولادي مجوج قلت لك مش باكيت مالبورو، والمرأة خصها 150 درهم في النهار ديال المكياج، ها؟ وجيت السيارة، إيوا، ها؟ واش 3000؟ ونعطيك 10000 درهم ما تكونش يا سيدي في الشهر هذا، هذا السيد، منين تجيب هاد الفلوس هاد السيد؟ أنا أعطيني شوف، نقي واحد نضرب وشوف، أخرج وشوف، كما نقولوا بالدارجة خرج للسوق، إلا بغيت تشري خرج للسوق وشوف. يكذب عليك كاتب يقول لك شي اداره قليل فين تلقى شي واحد انسان تيخاف الله وراعى عليك وخمم لك راه شافك راجل كبير باغي يراعي عليك. ما كاين عاكل لا حاكي على موس وباغي يقزر خوه.